اليوم في بعض وسائل التواصل ناشرين رواية: تعال شوف بعض شباب الشيعة شلون يقف يهجم على هالرواية هجوم عنيف. لماذا؟ لصالح من؟ تريد ترضي من؟ تريد ترضي من بهذا التكذيب للرواية؟ ناشرين رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. كاتبين تدري شنو التعليقات من شبابنا الشيعة: أستغفر الله، ما هذه الأكاذيب؟ كأنما يعني صدمة بالنسبة إلى شنو زيارة الله في عرشه، لأنه يخاف أكو ناس معلقين من الطرف الثاني يطنزون يستهزئون. مو هذا الحل يا عزيزي، لا. أولا هذه الرواية بلغت حد الاستفاضة، هذا أولا. ما لك حق أنت تكذب كلمات أهل البيت من غير دليل لكونك فقط ما اقتنعت فيها. ثانيا العرش، نحن في عقيدتنا نحن الشيعة، الله ليس بجسم يجلس على العرش، ربما غيرنا من المسلمين يعتقدون، نحن لا نعتقد ذلك. العرش مكان مقدس أضيف إلى الله تكريما فقيل عرش الله حتى يكتسب قداسة. الكعبة شنو؟ مو بيت الله؟ بيت الله لو لا؟ بيت الله يعني محل سكن الله والعياذ بالله، لو إضافة تشريفية، إضافة تشريفية. عيسى روح الله، الله عنده روح، إذن شنو المقصود؟ إضافة تشريفية، فيقال عرش الله إضافة تشريفية. عرش الله مكان مقدس في السماء السابعة، في السماء الرابعة أكو بيت الله أيضا مكان مقدس وهو البيت المعمور، في الأرض الكعبة، الكعبة البيت المعمور، العرش خط مستقيم واحد. نحن مأمورون نطوف حول بيت الله، الملائكة مأمورة تطوف حول العرش. إذن العرش هي أقرب نقطة يكون العبد فيها قريبا قربا معنويا من الله، لأن أقدس مكان العرش. أنت أقرب ما تكون إلى الله في الأرض شنو؟ وأنت ساجد، هذا قرب معنوي. طيب أنا أريد أبلغ غاية القرب، كأني ويا الملائكة عند العرش، أريد أصير بها القرب، يقول لي زور الحسين. هذا معنى الرواية، زور الحسين، فإن زيارة الحسين تبلغك غاية القرب من الله تعالى. اللهم لا تحرمنا زيارة الحسين.